العلمانيين الحقيقة مكبرين المسألة قوي، وانت لا تستحق ان انت تشتغل، وانت يعني ايه. والحقيقة انا يعني احيانا هؤلاء يا فندم، لما كانت في واحدة من اصحاب يعني اللي عندهم امراض، يعني واحدة كانوا بيقال انها مش عارف اقول اللفظ ايه، بيسموه ايه، مثلية زي ما بيقولوا، قعدوا يدفعوا عن حقها في انها تكون مثلية. لما يوسف الشريف يطلع يقول انا ما بحبش، عايز المشاهد الساكنة يطلعوا ينعلوا سنسفيل كذا كذا، يعني الحقيقة هذا التناقض، يعني في الاخر كل واحد حر. والراجل ما طلعش مثلا وقال ايه يا دكتور اشرف، ما طلعش وقال انا بأحرم ده ولا بعمل ده ولا انا يعني ما قالش الكلام ده، ده بيتسأل سؤال فبيقول انا بفضل ان ما بقاش فيه مشاهد ساكنة. تلك الحملة الشعواء عليه بدافع، يعني هي دي الحرية؟ طب ما كل واحد حر يعني يلبس يقلع يعمل. ليه لما بتيجي حاجة عند حاجة فيها قيمة محددة تتعلق بأي قيمة ليها سمت ديني يهاجم هذا الهجوم؟ بص يا فندم، الفنان يوسف الشريف واحد من أهم الفنانين المصريين على الساحة المصرية والعربية، ولعل أعماله وجمهوره اللي بيقول الكلام ده، مش أنا اللي بقول الكلام ده. الفنان يوسف الشريف على خلق رفيع المستوى، اللي هو أدى بيه ده حرية شخصية. هو حر يعمل مشاهد ما يعملش، هو حر، لكن الناس مش حره انها تهينه او تشتمه. يوسف الشريف فنان كبير، احنا كنقابه شايفينه انه قيمه محترمه وقيمه كبيره، وبقول للناس اللي بتروج للكلام ده ابعدوا عن الفنان تاني، ابعدوا عننا، مش هنسكت والله ما هنسيبكم. فانا بعتذر ليوسف الشريف. انت راجل محترم والله يا دكتور اشرف، والله انت راجل محترم. قول لي، اقول لك على حاجه، وعارف ان في بعض العلمانيين هيبداوا يهاجموك علشان انت بتدافع عن فنان محترم. اهلا وسهلا، مرحبا بك، والله انت راجل محترم بجد يا فندم. القافله تطمضي، تمام. وبعدين عايز اقول لك، برنارد شو قال مقوله جميله قوي، قال كلما ازدادت معرفتي بصاحبي ازداد احترامي لكلبي. فدي رسالة مني ليهم، خلاص. وبعدين عايز اقول لسيادتك على حاجة، اتفضل. يوسف الشريف احنا بنفخر انه عضو في نقابة المهن التمثيلية. الله يكرمك يا دكتور اشرف بجد، والله يا دكتور اشرف ليس مجاملة، تستحق لقب نقيب النقباء، انت تدافع عن ابناء مهنتك، واتمنى كل نقيب لمهنة في مصر